العالم شهادة. عندك شهادة؟ نعم. عندك شهادة جامعية؟ شهادة علمية. ماذا درست؟ نعم. ماذا درست؟ العلوم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وحتى الثقافة. لماذا ترشحت أو لماذا تنوي ترشح؟ جئت لأترشح للجزائر من أجل الجزائر، من أجل الأمة الجزائرية وإنقاذها من عصابات خربت البلاد ودمرت كل بيوت العباد. إذن بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، بسم الله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه عليه وسلم. أما بعد، أحيي كل الشعب الجزائري بهذه المناسبة، وأحيي الجيش الوطني الشعبي ضميره الأمة الحي، وأحيي كل المخلصين وكل المخلصات، كما أحيي كل الصحفيين والصحفيات وكل الإعلاميين والإعلاميات بهذه المناسبة التاريخية العظيمة التي نحن نحتفل بها اليوم موافقة أو إحياء لذكرى 5 أكتوبر، ترحم على شهداء الوطن، شهداء الغدر، الشهداء الذين ضحوا من أجل الحرية والاستقلال، من أجل التمتع، من أجل الحرية، من أجل التبصر، من أجل التجمع والوحدة الوطنية. إذن هل لك البرنامج؟ عرفنا بنفسك وشهاداتك ومنصب عملك وبرنامجك. محمد معوني عالم سياسي، عالم اقتصادي، عالم اجتماعي وعالم حربي. تيروريزم بوليتيك، تيروريزم فورستيك، تيروريزم سيونتيفيك. لولا الإرهاب العلمي لما وصلت الجزائر إلى ما هي اليوم. بخصوص ربما هو يشرط هنا الشهادة الجامعية. الشهادة الجامعية انتهي لأنه هي الشرط الأساسي. أنا شهادتي علمية ليست جامعية، ومن يدعي بشهادته الجامعية عليه أن يقابل العلماء، لأنني من أكبر العلماء في هذه البلاد. وظيفتك سيدي؟ لكن وظيفتك. وظيفتي كنت حرفي في بناء العمارات أو في بناء الوتشين. عندما بصوا إذن أنت واحد من أولئك الذين قال عليهم الله عز وجل: وإذ لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذ خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. برنامجك سيدي، برنامجك. من هؤلاء المستهزئون الله يستهزئ بك. إذن إذا أردت أن تحاور العالم، ما هو البرنامج؟ لا تجادل العالم إلا بالتي هي أحسن، حتى لا تقسى قلوبهم ولا تعمى أبصارهم عليك. البرنامج تاعي هو بناء الجزائر، تحرير الجزائر من كل مخلفات العصابات الذين عاثوا في الجزائر فسادا وخرابا ودمارا. كيف؟ كيف؟ بالسرقة والنهب، بالمافيا الإدارية. كيف سأغير؟ سأغير بشخصيتي وأفكاري وعلمي وشجاعتي وإيماني وصدقي وإيماني بالوطن. وإذا رفضوا منحك الاستمارات؟ نعم. وإذا ما رفضوا منحك استمارة الترشح؟ سأكون من ضمن الذين يملكون شعبا قويا في هذه البلاد، حتى وإن لم أترشح سأقضي على كل الطامعين، ليس الطامحين. كيف؟ لأني على علم أن المترشحين الحاليين كلهم وجميعهم من مخلفات المفسدين. كيف ستقضي عليهم؟ سأقضي عليهم بعلمي وأفكاري وشجاعتي وشخصيتي وشعبيتي. شكرا. سأفجر هذه الأمة. طرطقها. سأفجر هذه الأمة. حمزة. وسأطلب وسأفرض كيف توظيف الجميع، إسكان الجميع، وتزويج الجميع. زوجونا. نعم، سأعيدها مرة أخرى بعد أن قلتها في الانتخابات الماضية. زوجنا. مشروعك أيضا تزويج الجميع. تزويج الجميع. ألم تعلمي أيتها السيدة الكريمة وكل الحضور الكرماء، ألم تعلم أن في الجزائر 15 مليون مطلقة جزائرية؟ هل إيه من الدليل الحل؟
هل هو هل هناك دولة من كل الدول العربية والإفريقية والأوروبية وحتى الصهيونية تملك 15 مليون امرأة مطلقة؟ من هذه؟ من هذه؟ في الجزائر. شو قال لك؟ من جبت الإحصائيات؟ إحصائيات عالم، إحصائيات العالم. مين؟ هذا في الجزائر. تبع لي إحصائيات. 15 مليون مطلقة. تبعي 15 مليون جزائرية مطلقة. إذن الجزائر اليوم، أختم هذه الكلمة، أن الجزائر اليوم لا هي مطلقة ولا هي متزوجة. دونك لالجيري ني ماري ني ديفورسي. تحيا الجزائر والمجد والخلود لكل الشهداء الأبرار. ونفجرها. والله أكبر. سنفجرها. السلام عليكم.